يا لهوي على الجمال، يميني ناولني عليك وامسك بس ايديك. مالك يا حاج؟ فيه بابا، انت بتحب في النيش ولا ايه؟ شايف يلا الفنجان الابيض اللي في النيش هناك ده؟ شايفه. ماله؟ انا بقالي 40 سنة نفسي اشرب فيه قهوة. 40 سنة؟ طب ومستني ايه يا حاج؟ ما تروح اشرب فيه. ايه؟ وانا قلت نكتة يعني ولا ايه؟ انت بتقول ايه انت؟ ولا انت مش فاهم؟ مقفول يعني بمفتاح؟ ولا اطلب لك قوات الخاصة؟ انا هكسر لك النيش ده عشان اجيب لك فنجان قهوة يعني؟ في ايه يا حاج؟ ده انت ابويا برضه. مفتاح ايه وقوات خاصة مين؟ انت يالا مش عارف انت الموضوع. اقولها له ازاي دي؟ عرفني. طب انا يالا هقول لك نصيحة علشان يعني لما تتجوز ويبقى عندك نيش في بيتك وكده. انصحني يا حاج. بص يا سيدي، وانت قاعد مكانك كده يالا ما تتحركش، وانت قاعد مكانك عايزك تنوي كده من جواك وتقول جواك، ها، مش بصوت عالي، تقول انا هقوم افتح النيش، وقرارها كم مرة كده. ايوه، هيحصل ايه يعني لما اقول كده جوايا؟ يعني هيحصل معجزة يعني؟ الفنجان هيجيلك في ايدك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طب جرب. هجرب. ماشي. مين اللي بيقول نيش؟ انا سمعت حد قال نيش. لا يا أدرية، الواد كان بيقول عايز ياكل قراقيش، فانا قلت له استنى يالا العيد الصغير خلاص قرب يجي وهنعمل قراقيش وكحك وحاجات. وانت عامله ايه يا أدرية؟ ده بجد؟